بيكسل تستخدم لتسجيل البيكسل. انا انتظر ثلاث مرات وقت حاضر سنة عشان عزله واجباته بتاعي سخن البيكسل. كويس؟ فخليه بالنص. لو عندي مثلا نقطة واحدة هنا اهو ونقطة تانية هنا خط كده يوصل
بيقول لي ان الميكشر ده لازم يبقى في النص واقدر استخدمه عشان اعرف التمبشر بتاع الميكشر. انت بتختار حاجه على الكارت برايسي 100 وحاجه على الكارت برايسي كويس؟ يبقى التمبشر النهائية هتقع في النص بس قد ايه؟ يعني انت بتعمل ميكسنج بيطلع حراره فبيسخن. فنشوف بقى النقطة الأخيرة دي وقعت على أي خط. في خط على الكارتر عند 70. لو النقطة الأخيرة وقعت على الكارتر 70 يبقى أنت بتتم بشكل 70. فالبدل أحسن بالناس اللي عندها شوت بالانس ممكن من الرسم على طول أعمل الأدياباتيك ميكسنج أعرف التمبرشر في النهاية تطلع شكلها إيه من الرسم. هو الأدياباتيك كلها متوازية مع بعض. مش متوازية مش شرط إنها متوازية أوي. بس هي ما بتقطعش بعض. بالظبط. ممكن يكون ورقة هو بيوظف الخطوط. فلما بيوظف الخطوط أكيد أنت بتعمل أنرجي ويز بالانس.